السلام عليكم. اليوم غنعمل سينامون رول. كتجي فحال عجينه تقريبا عجينه بويوس، ولكن ملويه بقرفه وسكر براون شوغر. اول حاجه كاب ديال الحليب غنجيب هنايا نعملو، غنزيد عليه نص كاب ديال السكر، سكر سنيده. هادو غنعمل الخميره. بالنسبه للخميره عندي جوج مغارف وجوج مغارف صغارين ونص، ولا هاد الساشي مثلا الساشي هذا فيه 11 غرام. اوكي غنعملو الحليب هذا دافي باش يسخن الخميره. الحليب دافي هذا غنحركو. نزيدو الزبده ثلث ديال الكاب، واحد ثلث ديال الكاب غنزيدها مذوبه، نسدها لكم مذوبه. غنخلي واحد شويه ديك الخميره تخدم شويش معاه، ساعه نزيد مقادير اخرين. ها هما غادي نزيد عليهم دابا الباقي مقادير اخرى. عندي جوج ديال البيضات كاملين غادي نعملو، غنخلط هادشي كامل مع بعضه صافي. هادشي اللي فيها، من بعد غنبقى نزيد الطحين. الطحين 4 دليكاب، ولكن نزيدو شويه بشويه على حساب البيضات وعلى حساب الطحين. نزيدو شويه بشويه، فغتحتاج بين 3.5 حتى 4. الحق ما تعملش 4 مره واحده، حتى تشوف العجينه ديالك كيفاش ماشيه. اوكي هما هادو الطحين، وهذا غنبدا نزيد شويه بشويه. غنزيد قلنا شويه د الملح، وغنجمع العجينه. هي هذه العجينه ما خصهاش تجي ثقيله مره، تكون باقي كتلصق. الطحين ديك 4 د ليكاب بقى لي منهم تقريبا نص كاب، يعني دات تقريبا 3.5. غادي نعمل شويه الطحين هنايا، غنحيدها من هنايا، وغندير لك انا شويش هنايا حتى ترتجمع لي. اوكي رجع عندي هنا شويه الزبده اولا الزيت غير باش ما تعملش لوجه، وغادي نخليها تخمر. هي هذه غنعطيها بهذا البلاستيك وغادي نغطيها بشي منديل، كل واحد على حسب المطاع اللي عنده تقدر تخمر فيه مزيان، ساعه الا ربع ساعه تقريبا. ها هي العجينه، شوفوا خمرت طبعا، طلعت دوبلت في الحجم ديالها. غادي نبداو نخدموا فيها. بالحق قبل ما نطلقوا العجينه غادي نوجدوا بلاطه، بلاطه تكون هيدا وجدتها مثل الكاغيت في النص مثل الزبده، وخليتها حتى نطلق هذا. بالنسبه اللي غادي نعمروا فيه العجينه جوج مغارف كبارين ديال القرفه. اوكي غادي من هنا باش يبان لكم جوج مغارف كبارين ديال القرفه. غنزيد عليهم واحد ثلث كاب ديال الزبده مذوبه. اوكي غنزيد عليهم كاب ديال براون شوغر، سكر بني. سكر بني مثلا انا هذه هي بواطه براون شوغر، بواطه طبعا كيختلفوا، انا هذه اللي استعملت. هذا مزيان بالنسبه لهاد الحلوه بحال هيدا، هذا كيرجع كراميليزي دغيا كيجي مزيون. هاد الخليط اللي عملته غادي نخلطو، غنخليه حتى نحتاجو. بالنسبه للعجينه خلطنا يا اخر خليناه. بالنسبه للعجينه غنعملو طحين. اوكي هي غنتكي عليها، خرج لي هو هيدا، وغادي ننزلها هنايا. غنحاولوا نطلقوها على شكل مستطيل باش ملويوها تكون مشابره فورمه مستطيله، يعني ما تطلقش باي طريقه، يعني كيف ما جات هو كيعوطها هيدا. هيا طلقتها تقريبا العرض اللي كيبقى واحد نص ديال السنتي. ديك السكر اللي عملناه مع القرفه مع الزبده اللي كندهنها كامله، كنشبر كنلويها. في الاول شبر القند لويها على بعضه هيدا، هي غير في الاول
تقدر تجي ماشي صعيبه بالحق ما نعرف الاول جبر غير الطرف الاولي تلويه من بعد عاد تكمل على اخرى من بعد حاول تمشي معاها مزيره باش ما تجيكش خويه اوكي صافي هي هدي سهله هي حتى شي حاجه بس غير تحل هنايا باش ما تلصق لي شي اوكي هما هادو دابا غنشبر الموس وغادي نقطعو يا اما بالموس يا اما بالخيط لو كاين الخيط انا نقطعها بالخيط حسن جيت هنايا قطعتها في النص عاوتاني كنجيب الخيط هيدا نجي للموس هادي وندوز الخيط هيدا كتسمي بحال العقده تتخرج في الخوا بالنسبه للتقطيع عندك جوج سنتيم حتى جوج سنتيم ونص هذا العبر بالحق تقدر كاين اللي كيقطعها كبيره على هيدا انا جوج سنتيم جوج ونص هذا الماكسيموم هيدا هما هادو شوف كيجيو هادو ديريكت بحال اللي قلنا لاطا واجده ديريكت غنزلو في اللاطا هادي الاولي هاد الحاشيه تقدر تعملها تقدر ما تعملهاش ما نعملها حرام تضيع اوكي غنمشي مع هيدا بحال اللي قلنا مثلا هادي غنحاول نقطعها على جوج او على ثلاثه على ثلاثه هذا وحده نعملها في اللاطا هادي جوج هادي ثلاثة ها هما ها كيتقطعو مزيونين أحسن من الموس شوف هادو كيقطعو أحسن من الموس الموس كيهبط كيهبط لك العجينة يقدر يهبط لك العجينة هي هادي اللاطا ها هما كيف كيجيو دابا هادو هادو ديك جوج ديال القناص بحال اللي قلت لكم بغي يخليهم اللي بغي يعملهم أنا عملتهم اللي بغي يحيدهم يحيدهم هادي غادي ترجع تخمر غير تنفخو ديك الساعة غندخلوهم للفران هما هادو خمرو هذا الشكل ديالهم اللي كيخمرو كيطلعو غندخلهم للفران يطيبو كل واحد على حساب الفران ديالو الطياب ديالو ما كيفوتو شي نص ساعه طياب عادي بحال الطياب ديال بويوس كل واحد على حساب الطريقه باش كيطيب في الفران ديالو غير هنايا هادي كريمه هادي كريم فريش غيدخلو للفران واحد 10 دقائق غنخرجو مع 10 دقائق وغنكب عليهم هاد الكريمه وغنرجعو من الفران يكملوا الطياب ديالو ديك الساعه غيبقى لنا غير الكريمه الاخر هي اللي غادي نعدلوها اللي غادي تجي فوق منهم ملي غادي يطيبوا مور 10 دقائق ديال الطياب ها هما شتي كيفاش كيتنفخوا مزيونين كتكون عندي كريم فريش زيده تقدر ما تزيدهاش بالحق كتخليها تجي رطبه ومذاق مزيونه كتزيد زعما احسن حاجه تعملها سينو تقدر ما تعملهاش ماشي كلشي كامل هذه كتعطيها حتى بريو من فوقي التحميره من فوقي كتعطيها لها اوكي انا غنرجع نفرش كما قلت ما باقي لا شي بزاف ديال الطياب غنرجعها تكمل الطياب الكريمه اللي غادي نعملوها فوق سينيمون رول غنحتاجو هذا الجبن كريم تشيز اللي كنعملو به تشيز تشيز كيك كريم تشيز اي مبالج هذا المبالج اللي عندي تقدر تعيطو تعمل جبن ديال فيلاديلفيا واحد 120 غرام انا هذه فيها 220 غندي تقريبا النص ديالها اوكي غنعمل لها واحد قول مغرفه كبيره الزبده اولا جوج مغارف كبارين انا نورمالمون الجبن كيخصو يكون في برا النبيره وغنعمل لها شويه ديال الفاني وغادي نخلط هادو مع بعض ها هي تخلطت خلاص خلطه في الماكينه خلط الضوء انا قلت ماشي مشكل غير شويه نخلطو غير بيدي غنزيد لواحد قول جوج مغارف كبارين ديال يا اما الكريم فريش يا اما تقدر ما كاينش تقدر تعمل في عيطو حليب وغادي يكونوا طالعين من برا النبيره ما يكونوش من النبيره غنزيد لهم سكر كلاصي هذا بين تلوت حتى كاب كامل كل واحد على حسب شحال الحلاوه خصو على حسب كيفاش غادي تجي الكريمه خفيفه ثقيله انا غنبدا عمل جوج مغارف كبارين وغادي نبدا نحرك مزيان السكر ضروري تغربل حيت السكر كلاصي كيكون دائما فيه كواور فغربلو عادك خدم به دائما هي هادي انا بالنسبه لي اللي باغاها هكذا ثقيله قد ما بغيتيها تخفف قد ما غتزيد السكر ومن طون كتزيد تحلى انا بالنسبه لي الحلاوه بركه وحتى الخفه ديالها بركه خصني تجي شويه ثقيله فوق ديك السينامون
سينامون رول هاوما طابو وجدو شو باينين عليهم التطبين. كريمه اللي وجدتها بالكريم تشيز غادي ندهن فوق منه. بالنسبه لهذه الكريمه يقدر الواحد يعمل غير السكر كلاصي مع شويه ديال الحليب، يزيد بشويه بشويه الحليب حتى يشوف توصل الشكل اللي باغيه ويعمل فوق منه. بحق انا كنفضل بالكريم تشيز، كتبدل المذاق ديالها 100%، كيجي مذاق مزيون. غادي ندهنها كامله. اوبلا، نفكهم هنايا الكاريت. هي هادي، شوفوا كيفاش كتجي المنظر ديالها، باينه. شوفوا كيفاش طريه، المذاق ديالها غزال قيصه، المذاق ديالها مزيون، وديك السكر كيتكراميليزا من تحت مع هاد الكريمه كتجي مزيونه بزاف. جربوها غتعجبكم، سورتو بالقرفه، عطيها مذاق مزيون بزاف. جربوها غادي تعجبكم بالصحه والراحه. واللي عجبو الفيديو ديالي يعمل لي لايك وكومنت، اللي عنده اي كومنت يعملو وشير وسبسكرايب في لاشين ديالي. سلامه.